دكتور توفيق، هل أخفقت إدارة بايدن في تحقيق وعودها الصحية للناخب الأمريكي؟ ما سر الثقوب المستمرة في مظلة الرعاية الصحية الأمريكية ما تجعل عشرات الملايين من الأمريكيين خارجها في ظل وباء عالمي؟ شكرا على سؤال حضرتك، سؤال هام جدا. هو فعلا إدارة بايدن ادت وعود كبيرة للناخبين وما قدرتش تحقق العديد من هذه الوعود بالصورة اللي هي كانت متوقعة لأسباب عديدة، منها ان الوعود الانتخابية وعود انتخابية، ممكن يبقى في جزء زيادة فيها عن المتوقع، زائد الظروف اللي مرت بالعالم من حيث موضوع أوكرانيا والغلاء اللي حصل والاضطرابات اللي حصلت في الأسعار، الكل ده تجمع مع بعضه وخلى إدارة بايدن مش قادرة توفي بالوعود. الحاجة الأخرى في ما يحدث إن الإدارة الأمريكية في عملية الهاندلنج للكورونا فيروس، اللي هي عملية العلاج وعملية التطعيم وكل ده، النتائج النهائية ليها إيه؟ إن الولايات المتحدة للأسف الشديد، يعني تبعا للأرقام والإحصائيات، من أسوأ دول العالم في عمليات الديثس بير مليون، اللي هي معدلات الوفاة لكل مليون نسمة. فدي طبعا حاجة مخلية ان انت اي رئيس النهاردة لو عنده خيارات، الناس في غلاء وعاوز يدعمها، ولا ان هو يوجه الفلوس للكورونا اللي هو حصل حاليا مقاومة ومناعة البشر زادت واصبح الفيروس قدرته على طيب. لكن دكتور توفيق، يعني الدكتور عاطف السعداوي قبل قليل يعني قال بأن هذه الأرقام وهذه الحديث عن التضخيم، ربما هذا الموضوع هو للضغط السياسي أو لتسييس هذه القضية كما قال. طيب، ألا تتفق مع هذا الرأي بأن ربما هذا نوع من التسييس وهذه الأرقام يعني مهولة قليلا؟ يعني هو في درجة، يقال أن هناك درجة من التهويل، لكن إحنا في نهاية الأمر مضطرين نعتمد الإحصائيات اللي ظهرت قدامنا رسميا. موضوع التهويل ده افتراض، يعني ما فيش يقين فيه، ولكن نقدر نقول احتمال جاد وقائم. لكن حضرتك سألتني على الثغرات اللي موجودة. نعم، في النظام. نعود إلى الثغرات. نعم، الثغرات من هذه الثغرات إن هو إن مصالح الشركات الكبرى والمؤسسات الكبرى الطبية بساعات تتعارض مع يعني تبقى فيها نوع من الأنانية في جذب الأموال ليهم، بدرجة بتضغط على الحكومات مثل إدارة بايدن، وتجد نفسها في وضع أنها إذا حبت ترضي هذه الشركات العملاقة والمؤسسات الطبية وتديهم كل الفلوس اللي هم عايزينها، إن ده يجي على حساب الناخبين اللي هم ممكن اللي هو محتاجهم في الانتخابات القادمة. فهو عملية توازن حضرتك سياسي، إن هو أوجه الأموال فين؟ النهاردة لو وجهها لكورونا معناها هي رايحة في أيادي الشركات دي والمستشفيات، وهل هم حققوا نتائج مبهرة للدرجة عشان يدي فلوس أكتر؟ للأسف لا. فهو بالنسبة له حسابه إن هو أنا حاول أرضي الناس، خاصة إن الناس حاليا كثير منها شايفين إن هو حصل نوع من الزيادة والمبالغة في موضوعات الكورونا والقرارات الخاطئة اللي تسببت في الوضع الحالي ده، فمش من السهل يتقبلوا انفاق اموال اكثر فيها في حين هم محتاجين دلوقتي للمعيشه الاساسيه.